أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. نعزي الأمة الإسلامية جمعاء، وبالأخص سيدنا مولانا صاحب الزمان وعلماءنا الكبار، بذكرى استشهاد الإمام محمد ابن علي الجواد عليه السلام في الآخر من ذي القعدة. وقفات جوادية، الحلقة الثالثة. مثلث اغتيال الإمام الجواد عليه السلام. على الرغم من تعدد الروايات في كيفية شهادة الإمام الجواد عليه السلام، إلا أن أغلبها تجمع على أن الإمام عليه السلام اغتيل مسموما، وأن مثلث الاغتيال قد تمثل في زوجته أم الفضل، وهي بنت اللامأمون، وهي المباشر الأول، قدمت إليه عنبا مسموما، وتمثل أيضا في أخيها جعفر والمدبر والمساعد لهم على هذا الأمر. والمدبر والمساعد لهم على هذا الأمر هو اللا معتصم ابن هارون، فقد ذكر ذلك غير واحد من المؤرخين، ومنهم المؤرخ الشهير المسعودي، حيث قال: لما انصرف أبو جعفر عليه السلام إلى العراق لم يزل اللا معتصم وجعفر ابن المأمون يدبران ويعملان على قتله عليه السلام. فقال جعفر لأخته أم الفضل في ذلك، لأنه وقف على انحرافها عنه وغيرتها عليه، لتفضيله أم أبي الحسن ابنه عليه السلام مع شدة محبتها له، ولأنها لم ترزق منه ولدا، فأجابت أخاها جعفر وجعلوا سما في شيء من العنب. إنا لله وإنا إليه راجعون. الأنوار البهية في تواريخ الحجج الإلهية، الجزء الأول، الصفحة 269. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعظم الله لكم الأجر، وقضى الله حوائجكم بحق الإمام الجواد، باب الحوائج، وشوفي مرضاكم إن شاء الله، ودفع عنكم كل وباء وبلاء يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم يا كريم.